كده. أروح هارلم دلوقتي قبل ما فين تدمر المفاعل.
رد عليا، اخبار الاخلاء ايه؟ وحش، روكسون والمجتمع السري منتشرين، دي كانها حرب. انت كويس؟ وماما؟ عرفنا حل تيو مع ناس كتير بس الصوت بيقطع. انت فين جانكي؟ عمري ما شفت إعصار قوي كده. ايه النظام؟ جانكي سامعني؟ جانكي اصبروا يا جماعة، انا جاي. دول هيدمروا المنتزه. ماشي يا جدع في بنتكم، انت وقفنا. عددهم بتزيد، محتاج افضي المنتزه عشان امشيهم بعيد. انا بالعافيه شايف قدامي.
تتقفل، بس مش هيفضلوا كده لو الخناق طول. ودي الناس فرصة يخلوا المكان. على واحد اطلع لي ثلاثة تمام. لازم اوقفهم.
Thank you.